اخوان كنت نحلم سمح نحلم راسي عندي واحد الموتور كبير ودابا عاد غنقول لكم صباح الخير صباح النور صباحتو لاباس عليكم يوسف صباح الخير مبوق من البارح وانا لا درا فيديو في اليوتيوب ما شوف الانستغرام ما بحكت كندير لي ستور مهم صباح يوسف عاوتاني على هاد الباب مع البارح صبغو الجهه الحلاني دابا قلبو باش يصبغ الجهه الاخرى صافي ما مدوش على دروين حتى داك السطل هذاك باقي فيه الصباغه غير نصبغوا على برا هاد النشاره غير معلقه تما داك الزربي خصها تصبن شنو اخر هذيك ما عرفتش شنو كدير تما المهم صافي المهم دوز معنا هاد النهار هذا مانيش قاص الباب ولا تقاس التصريح لا عمر صباغه ايوا شنو اخر بغيت نقول لكم بزاف منكم دابا كنت بزاف منكم في الانستغرام كيسولوني على البيت صغير قالوا لي عافاك ورينا وداكشي المهم غادي نمشي دابا باش نشارك معاكم داك البيت شنو زدت فيه شنو نقصتي مع شحال هذه كنت وريت لكم والله ما عقلتش المهم كنت وريتكم غير كنابيات ولكن راه نقص بزاف الحوايج وزدت بزاف الحوايج غادي نمشي باش نشارك معكم حتى البنات اللي في اليوتيوب هكا يشوفوا ويستافدوا ومهم كل واحد والذوق ديالو المهم انا غادي نوريكم ذوقي انا بالحق انا ويوسف ماشي غير انا بوحدي وانتوما كل وحده والذوق ديالها وصافي مالك يا سلام هي الصراحة البارح كانت ريحة ليسونس واليوم ريحة دوليو أحلى بكتي أحلى بكتي البارح كانت ريحة زوينة واليوم ريحة زوينة شنو كاين ما يرضي الله تبويقة ديال بصح وصافي المهم دوزو معنا هاد النهار هذا ويلا نمشيو باش نوريكم باش نوريكم المهم هذه هي الدخله ديال هاد البيت هذا المهم غادي نقول لكم الحوايج اللي عاجبيني والحوايج اللي ما عاجبينيش وحتى نتوما خليو لي الراي ديالكم في التعليقات وقولوا لي شنو بان لكم واش عندي الحق ولا لا المهم غادي نبداو المهم هذا هو السيجور كيف ما شفتوا كيجي بحال هكا كتجي حتى هاد البوفه هنايا المهم غادي نبدا لكم من هنايا شو هاد الحيط هذا دايره فيه هاد المرايات هادو اللي خديتهم من ايكيا تقريبا دايرين شحال هما شحال شي 15 وحده واقيلا لا 10 يمكن دايرين شي 129 بحال هكاك المهم شو راه كيجيو فيهم كاين اللي بحال هكا دوغي وكاين الارجونت المهم انا دايرهم بحال هكا فهاد البودره هذه بحال هكا وهنايا تحت منها جات هاد البوفه هنايا كاين هاد الفاز هذا المهم هاد النبته هذه ديال الظل كنسقيهاش بزاف وصراحه عطاتني انا كيعجبني النباتات بحال هكا يكونوا في الصالون اولا في البيت يعني كتحسوا بالحياه دايره هنايا هاد لي زيطاجير هادو هادي خديتها من ايكيا خديت هادوك اللعيبات هادو حتى هما من ايكيا هادي باقي من بيم هذا حتى هو من ايكيا المهم هذا غير مؤقت هنا يعني بعد ما نكمل الصالون ان شاء الله باش نبدا نحول الديكورات باش ما نبقاش مشارجي هنا بزاف باش نبدا نحول الديكورات مهم كاينه هاد الايه قرانيه وهادوك الكتوبه بحال هكاك هنا كاينه معلقه هنا التلفازه وهنا هاد لي زيطاجير الصغار
هادو حتى هما من ايكيا. المهم الثمن ديال هادي دايره شي 120 واقيله كنظن، وهادو دايرين شي 59 درهم الوحده. اختاريتهم في البيض حيت المهم البيض كيعجبني حيت كيبين حتى الديور. نصيحه هذه زعما بالنسبه للبنات اللي ساكنين في السكن الاقتصادي وداكشي، يعني خذوا البيض باش هكا يبين لكم مساحه كبيره في لف بيوت الناس، لف صالونات، لف لف كلشي، باش يبين لكم اتساع وكيبين مساحه كبيره. مهم ما علينا. هاد الطاجره هادي دايره فيها بحال هكا، هاد الدرع هذا حاطه فيه الفيوز. هذا حتى هو خديته من ايكيا هو، وداك الفاز ديالو. هادي غير مبيخ راك خديتها من شي ان، راك شاركتها معاكم. هذا حتى هو هذا خديته من ايكيا، لي ربي من كاسا واقيلا، معقلتش واش كاسا ولا من ايكيا. وهادي خديت من اسواق السلام، هادي شي من اسواق السلام. المهم كيفاش كتجي بحال هكا، كتجي البلاصه ديال التلفازه. وغادي نبداو هنايا بهاد الكنابي. المهم هاد الكنابي راه كتشاركتو معاكم، شحال هادي راه ما كانش بحال هكا. المهم كان عنده هاد اليد هنايا، وكانت عنده حتى هاد الكوتي، كان نفس الكوتي كان هنايا، يعني كانت هنا وكانت هنا. انا حيدت هاد الجهه هادي وحيدت هاد الجهه، غتقولي علاش حيدتيها. المهم كنت خديت هذا وخديت هذا، وخديت واحد الكرسي معاه كبير. مي فاش جبتهم هنا للدار انا عاجبني اللون، عاجبني لانهم فيهم لي غونجمون كيتحلوا، ويعني ودايره بزاف الحوايج تما، دايره المان، دايره بزاف الحوايج اللي ما كنستغلهمش بزاف، ويعني ما عنديش فين نحطهم. وفي نفس الوقت كيرجع ناموسيه، يعني هذا كيرجع ناموسيه وهذا كيرجع ناموسيه، جو عندك الضياف ولا شي حاجه يعني ينعس مرتاح. صافي مني جبتهم ما جاونيش في البيت، جاني بحال هكا، وهذا فيه الكوتي هنايا توجع، وتم بقات خاوي ديك البلاصه، يعني مبقاش ما مستغله حتى شي حاجه. وقلت علاش لا ما نحيدهمش، وغادي نصاوب واحد الفرماجه اللي غتكون تما كنابي على شكل فرماجه ونحيد هذا، داكشي اللي درت. المهم غادي انا جايه لكم الهضره. المهم انا كما قلت لكم هذا كنت خديتو من واحد المغازا ديال كيديروا داكشي ديال تركيا. خديتو غير بهاد المخدات هادو اللي كيبانوا لكم فيهم بحال هكا، اما هادو كنت خديتهم من داك لو سيت ديال شيئين، وعمرتهم ودرت حتى هنايا، جاو زوينين. شنو اخر؟ صافي قلت لكم حيد داك الكوتي اللي بحال هذاك، ماشي حيدته من هنايا، ومشيت عند المعلم باش يصاوب ليا يعني فرماجه هنايا، نفس اللون نفس الثوب وكلشي. مي ملي مشيت قلبت ما لقيناش نفس هاد الثوب هذا ونفس هاد اللون، ما لقيتوش. انا نقرا لكم تشوفوا اللون كيفاش داير، شو ما لقيتوش. دونك بقيت كنقلب، قلت علاش ما ندير شي حاجه اللي تكون ديغرادي ديالو، وفي نفس الوقت عطي منظر زوين. المهم علينا، مشيت عند واحد المعلم حدانا هنايا، خدا ليا العبار كلشي، باش يقاد ليا هذا ويقاد ليا هاد البوفه وهادي. مي بصراحه باش نجيكم صراحه، انا ما عاجبنيش، ما مقتنعاش بيه بزاف، لان ماشي هذا هو اللي كنت بغيت. وحتى ما صاوبش لي داك الموديل اللي عجبني، وحتى خدمته صراحه زيرو ما عجبتنيش. هانتوما شوف راه بدا كيتحل من هنايا، حاجه اخرى عاوتاني اللي دارها ليا، ها هو شو هاد الجناب هذا، هما راه باقيين كيبانوا شويه كحلين. الثوب ديال يعني مغطاش لي، مغلف ليش كلشي، شو مغلفش لي كلشي. ومهم دابا انا صابره، تنقول من بعد ان شاء الله وغادي نحيدو، وغادي ندير شي واحد اللي غيكون قريب البدل اللون هذا، ويكون تكون خدمه نقيه ما عجبنيش هذا. ولكن مهم انا بحال مديباني بيه دابا وصافي. هذيك المخده هي خديتها من شيئين. صافي هذا الحيط هذا ها هو كيبان لكم خاوي، فيه غير الكليمه، وكاينه هذه، كاينه هاد التريه هذه خديتها من خديتها هي من ايكيا، كتجي بحال هكا،
تحل وتسد. هادي يمكن شي 400 درهم فحال هكاك، 399 درهم فحال هكاك. المهم هاد الحيط هذا باقي خاوي، قلت بلا ما نشارجيه نقدر ندير فيه جوج طابلوات صغار، اولا ما غادي ندير حتى شي حاجه لان مبغيتش نبقى نشارجي بحال هكا في البيت. ندوزو هنايا، هنا كاين هذا الريدو، هذا الريدو خديتو من ميسيو بريكولاج. شو كيفاش دير، راه كديره جوج غير محيده واحد، كديره واحد الشبكه من التحت خديتو من ايكيا وديري هذا حتى هو، ممكن يجي بحال هكا حتى هو كيجي في نفس اللون تقريبا ديال الكنابي. هذا حتى هو، هذا الكنابي حتى هو كان فيه نفس الكوتي هنايا، نفس هذا كان هنا، وتا هو مشيت حيدت ليه هذاك، حتى هو فيه لي غونجمون لتحت، يعني كت تا هو داير فيه بزاف الحوايج اللي هاز ليا صراحه. وهذا وتا هو كيرجع ناموسيا، يعني كيتحل كيرجع ناموسيا حتى شي نهار، وغادي يكونوا محلولين ونصوروا لكم. دابا انا ما قادراش نحلو. صافي قلت لكم درت هاد البوفه هادي، ودرت هذا، ودرت هذا بواحد الثمن زعما اللي يعني شويه غالي، تقريبا ب 2000 درهم 2000 درهم، ولكن واخا هكاك ما عجبنيش، يعني ما قنانيش 2000 درهم. انا سولت من بعد لقيت 2000 درهم، يعني غتجيب لك هذا بوحدو ولكن شي حاجه زوينه وشي حاجه نقيه. المهم علي انت تقول لي نتوما كيفاش جاكم هذا. هو راه زوين، ماشي ما زوينش، ولكن غير الخدمه ديالو كيف ما قلت لكم ما متقوناش مزيان، لا من التحت. مشكله هاد السيد هذا اللي صاب ليا، كنت عطيتو الكرسي باش يبيعو ليا، داك الكرسي اللي قلت لكم خديته من هنا، دابا تحول من هنا، ما بقيتش عارفه حتى فين كاين. الخدمه ديالو ديال هذا لا علاقه، الكرسي اللي عطيتو باش يبيعو مشى. هذا غلط كبير درتو، المهم مشى ما عيط لينا ما حتى شي حاجه، وام الله يسامح وصافي، ما عندي ما ندير. صافي شنو اخر، بالنسبه للزربيه، الزربيه البنات كنت خديتها من ايكيا، هانتوما شو راه خديتها من ايكيا، ولكن هي زوينه. عرفتوا دوك الزراب اللي كيكونوا مبطنين، يعني كنت غير غتجلسي فيها، تجلسي في زعما غير في الارض، جلسه زوينه، ولكن حاجه واحده اللي ما عجبتنيش انها يعني خديتها شويه بحالها صغيره، ما وصلش حتى للقنت هنايا، وحتى لك غادي نوصلها مثلا الباب كيدير دونك مع الزربيه شويه غليظه، خاصني ناخذ شي زربيه اللي تكون شويه بحال شكل الموكيط، يعني تكون رقيقه شويه باش هكا تدخل ورا الباب، حيت الباب ورا هاد اللعيبه هادي حابسه. يعني الزربيه عجباني حتى هي وزوينه، وخديتها بثمن زوين، ولكن الديفو اللي كاين هو انه بقات هاد الشياطه هادي شويه هنايا، و تما راه مزيان ماشي مشكل، حيت حنا خدينا العبار، ولكن فاش خدينا العبار جيت لقيتها شويه ناقصه، ماشي مشكل. من بعد غادي نبدلها، ندير شي زربيه اللي تكون رقيقه بحال هكا، ولا ما عرفتش، والله ما عرفت. مشكله خاصني نديرها ضروري تكون رقيقه باش هكا تكمل حتى الباب، تكمل حتى لورا الباب. غادي ندوزو لهاد الجهه هادي، هاد الجهه هادي درت فيها غير هاد المرايات، حتى هما خديتهم من ايكيا. شو كيفاش كيجيو، انا عجبوني، كنت باغي ندير مرايه كبيره هنايا، ولكن مني بلاتي كنت باغي ندير مرايه كبيره هنايا، ولكن مني شفت هادو عجبوني، فيهم الدوغي والارجونتي عجبوني. صافي صبنا بهم هاد الدايم بحال هكا، هادي فحال فحال هيها، وهاد اللعيبه هاد الوسط. صافي ما زدت حتى شي حاجه، انا خليت هاد الحيط حتى هو خاوي. وشنو اخر، بالنسبه لهنايا الطبله، هاد الطبله هادي خديتها حتى هي من ايكيا، رخيصه دايره شي 199 درهم، هي زوينه الصراحه، ولكن ما صحيحاش بزاف، زعما ماشي ديال التكرفيس ديال التكرفيس، لانني دابا هاد الزربي مع غليظه ملي كنبقى يجروها بحال هكا، مازال ملي كنكون انا ولا يوسف يعني كنهزوها، ولكن الا كان عندك شي حد يعني ضروري كيجرها، ملي كيجرها كيبداو رجلها الشم كيبداو يتزعزعو شويه. المهم علينا، شوفوا هنا كنحط يوسف القهوه، ولا ما نعرف.
قلت لكم يعني ما صحيحاش مزيان بالنسبه لعدو الدراري الصغار ولا يعني كنتو عائله في الدار وهذا، يعني غادي تكرفص ودغيا غادي دغيا غتخسر لكم. ها شديناها درنا فوق منها زاجه، هاد الزاجه كنت خديتها خداها يوسف غير زاجه عاديه، وهو اللي دار ليها هاد الصبغه بحال هكا، دار لها واحد العيبات بسكوتش ودار ليها وصبغه بهاد اللون ديال الدوغي، لان حيت عندي المرايه فيهم الدوغي شو، وكنلصقناها بالكوله. مهم كيبانوا شويه ديال اللي ديفو فيها، ولكن مهم قضيبه الغرض حتى من بعد ان شاء الله وناخذ شي طويله اخرى. اه صافي. وبالنسبه لهاد البلاطو هذا كيبقى ديما هنايا، هاد البلاطو هادي كنت خديتها من ايكيا، هذا كنت خديته جابو لي يوسف من بيم، وهادو كنت خديتهم من كاسا. هادو كنحط فيهم بعض المرات تمر شوكولا ولا شي حاجه، اي حاجه كانت كنحط، ولا فاكهه ولا شي تخربيقه كنحطهم هنايا. هاد الفاس صغيور هذا حتى هو خديته من ايكيا، هادو حتى من ايكيا مرخصين، هادو قرا 5 دراهم وهادو مارت 6 دراهم، هادو 5 دراهم هادو يمكن 6 دراهم. صافي هذا هو سيجور لي بزاف البنات كيسولو كيقول لي عافاك صوري شاركي معنا، وهذه ما شحال هذه ما شحال هذه يعني كنصور فيه، وشحال هذه كنت قلت لكم غادي نجيب لكم ان شاء الله دوره فيه، ولكن ما كانش عندي الوقت ودابا قلت نشارك مع البنات. المهم هذا هو سيجور، تقول لي نتوما كيفاش جاكم، شوفوا راه كل واحد والذوق ديالو، كل واحد و كل واحد وكيفاش غادي يبغي يشوف سيجور ديال. المهم انا بحال هكا عاجبني، من غير انا خاصني نحيد داك الفاز مثلا نحيد هادوك، ولكن حيت باقي الصالون ما كملش ليا يعني باقي ما عنديش فين نحط هاد الديكورات، يعني خاصني نديهم للصالون، الصالون باقي ما سالاش. صافي حتى تقولي في التعاليق قولي لي كيفاش جاكم الصالون، كيفاش جاكم زعما هاد البيت، ماشي صالون هذا غير سيجور يعني كنجلسو فيه، الصالون باقي ما سالاش ان شاء الله نهار غادي يسالي ويكمل، ديك الساعه غادي نشاركو معاكم حتى هو ان شاء الله. قولوا لي في التعاليق كيفاش جاكم، وهذا ما كان عرفتي سخفت. يلا خليتكم على خير دابا البنات. مهم ساليت الروينه وداك الشيء ودوش، ويوسف ساليت هو داك الباب ودوشنا وعاد خارجين دابا غادي نمشيو ان شاء الله. انا مشهيه الصراحه داك الحوت، واحد واحد السناك كانت لها عنده يوسف فكنت بارطاجيتو مع البنات. المهم عنده حوت نقي زوين باش عجبني، هذاك الحوت كله ابيض يعني الزيت ما سخرش. المهم كيما هذا غادي يشدي النبي، راه هو اللي كيشد النبي ماشي انا، انا ظريف غير كنشوف فيكم تقول لي شوفي شوفي. او ما سوقش بان نقول لك مات غدا، وانا بعد غدا يجيك الوجع وباركه تصفطي انا كنصفر. اييه ملي كنشد انا باش انت اصلا كتقول لي انت ما برقاقاش بعدا، انت كتقيليني ما كتنهينيش، ملي كنقول لك شوشو كتقول لي والله انا شادينا بجوج ناري، وراه كنبغي ندير لك خاطرك. ديري لي خاطري؟ لا باقيش ديري لي خاطري. يا ربي في الاخر تقول لك دير لك بحال الشيطان، الشيطان كيبقى يغويك في الدنيا وفي الاخر اخر لك كتبرح منك يقولك الله يعاون الله يعاون. ما كنتش ما كنتش هنا كاع ما كنتش هنا، كنت قالت لهم هو اللي كي انتم شاهدي راكم كتشوفوا الفيديوهات، حيت كنكون غاده من بيما اللي كنشوف فيكم كنتهضر معاكم كنتحاتش معاكم حتى كتجيني الصائق من هاد الشيء. بعض المرات كتكون كدوي معاك وكتبان لها شي حاجه كتنغزني كدلي ليها زعما كومونتي، يلاه دابا ما تكومونتيش دابا ناري ناري. وداك راه شي كوارث كتلقاهم في الطريق، الله يحفظنا الله يستر. قلت لكم دابا قلت لكم غنمشي لتشهيد داك الحوت، واخا دابا راه شي شطان على الغدا، اصلا ما فطرناش بكري ما فطرناش بكري، غادي نمشي نشوف بعدا كان حال اليوم، نمشيو نتغداو عندو سينو غنمشي نتغداو شي بلاصه اخرى.
وصافي غادي نمشي نشوف الكلينيك ان شاء الله فين غادي نولد. غير بغيت نعرف نعرفوا فين كاين شي تصيق اللي غادي لا بغينا نعرفوا حيت انا باقي ما عارفاش انا كلينيك ديال الطبيبه فين غتولدني ونعتاتوا ليا ولكن ما عارفاش فين بالضبط. مشيت يشدني الوجه ولا كشي مدون قلبو عليه ما تعرفوش يشدني بلي ولا بالنهار ولا داكشي اش بغينا نمشيو نعرفوا البلاصه بالضبط باش ان شاء الله النهار تكون شي حاجه يمشي لينا شي اوتيل قريب ليه باش لقيت اللي والله ما كرهتش بحق الله ياك يكون فيه بيسين هادشي غيساعدني لانني نولد طبيعي غيساعدني انا باش نولد طبيعي. مسالش مسالش انا اللي غنولد طبيعي سهل يا اختي خاصنا يما هما ايوا شي مشكل ماشي خساره فيا. واحد اللي لي كيبلاصي لي اخت ديالو في الاخت ديالو بحالنا حنا دابا واحد جانا راه حنا دابا نحلمو وهاديك النهار كنحلم بليخت ديالي مع نعس غمضت عينيا بديت في الحلمه لقيتهم واقفين عليه ناري غادي نعاود السلام عليكم لا غادي نعاود لهم على الحلم ديالك فاش ضربتي للظهر عرفتي شنو وجاب الله بعدا انا عرفتي واش الحلمه ديال الموتور ديال الموتور عرفتي الاخوان كنت تنحلم سمعت تنحلم راسي عندي واحد الموتور كبير الموتور الكبار نهار وداك الموتور كنت غادي وبغيت ننزل منه بغيت ننزل منه بحال نسيت البيك نسيت ما درتش لي البيك ومع غادي نشوفو بان ليا جاي طايح وانا نبغي نكالي برجلي ومعنا كنحلم هذيك بغي نكالي برجلي عرفتي باش تكون ناعس وكدير ديك المشكلة راه هاد الأواخر يعني حتى كرشي يعني ولات تبارك الله بانت جاب الله ما عادش عطاها لي الظهر ناري غوت وقلي سمحي لي راك تبغي الموطور كان غيطيح ليا قال لي وكون طاح لينا الموطور فين نولي عرفتي كون جات في هاديك الدقة كون ولدت ولدت ما تسنت شي حاجة ما دايرة لا سلطانتينا لا والو ياك لا بغيت وصلنا لواحد البراج دابا انا الصمت مابقاش كنقدر عليه مع كرشي صافي ممكن هما راه كاين اللي كيتفاهم بحال شحال اللي تيقول كاين اللي كيتفاهم كيشوف الكرشي زعما ديال الخارج يعني راه ما تقدرش دير الصمت السلامة زعما ضروري منه ولكن مابقاش قادرة المهم راه كون غاتفهموني حيت مابقاش في الميل صيفط لي اللي عاجبينك الدعوه ديالك بغيت لك بزاف ديال الطنويلات يا اما غنخدم كارديان يا اما غنخدم كورتي في شي محطه ديال الطاكسي شحال بغيتي شي جوج انت واحد كلاس ديال السبور يعني ها خلينا نداو معاك بعدا في هذه تحققها انت ما كي واحد السبور واحد كلاس وشي وماطر حتى هما لا الماطر ما نخاف عليك هادي معانو نبيعو هاديك بحال هاديك الفعلة حدا لا ميزون ديال المرسيدس والله يعطيك شي مرسيدس تكون فعلة تاعك وحسنتوما الله يعطيك ما تمنيتش كاع داكشي اللي كتمنى والله يعطيه كاع داكشي اللي كتمنى في خاطركم والله يسهل عليكم ونهار غتكون تولد راه غنفكرها في الناس اللي دابا راك تبقى واحد لاليست كبيرة
اللي غتكون تولد راه كيقول لي واش بديت ولدها من نقول ديما هذا ديما هذه هذه كانت قال لي هذه كانت انا مقيدو خلاص زعما غادي نلقى على الاقل لا ضروري راه كيمشي يرجع لك كيمشي يدير هادشي فين هربوا عن خوار اش تهربوا ضروري من البياض الله يسهل عليكم كاملين حيت في ديك اللحظه راه ما غندعي ان شاء الله ولكن راه ما غاديش ندعي بكل واحد بسميتو لان هادشي اللي تفكر شكون هو هادشي هادشي اللي سيليكسيوني كلشي ودعي معاه سيليكسيوني شو لما شيات على الطبيبه ولا واحد صاحبتي مسكين وحق الله ما عرفتش شوف الفيديو هادي وتصيفط واحد صاحبتي وحق الله ولكن بالحق ما ولدتش هنايا ولدت في اسبانيا شكون كتفرج هنايا تحيه لك امال وعلى سلامتك مسكينه كانت حامله معايا في نفس نفس زعما غير في هذا الشهر هذا ولدت هي عرفتي وهي مسكينه مريضه ديجا دايره كانت دايره كسيله وداك الشيء وعندها عمليه في ظهرها في ظهرها دايره الحديد قالت لي الشحيط قالت لي كون ولدت تما في المغرب قالت لي والله تيجريو عليا قالت لي حيت هذاك الشيء اللي درت الاطباء ودرت الطبيب زعما اللي ولدها وهذو الفرنيات قالت لي راه بزاف قالت لي كنهز وكنشير وقالت لي كنقوت وكننتف حيت ما يمكنش لهم يدبوا لها هذيك البره اللي كتسهل زعما الولاده اولا تقدر تولد سيزاريان ما يمكنش لها لان عندها دايره عمليه على ظهرها وما يمكنش لها دير بحالها دير بحال زعما هاد التسهيلات اللي كيسهلوا زعما الولاد اما سيزاغيا اما هذيك البره اللي كتحيد الوجع قالت لي والله كون زعما قالت لي ولدت تما في المغرب قالت لي والله تيجري قالت لي هزوني خرجوني بلي سيري بحالك قالت لي داكشي اللي درت لهم هنايا قالت لي تكرفست عليهم ساكن واخا هكاك قالت لي كيقول لي ماشي مشكل زعما غير توجعي اي والله يسمح لي بالوالدين يلا نخليكم تعب يلا خرجنا دابا من لا كلينيك مشيت شفت صراحه زوين كان اول مره غادي ندخل ليه كاين لي سويت كاين لي شومبر ولكن بيني وبينكم انا غادي ناخذ غير شومبر حيت قالت لي ما كان ناس صح تفدير في السبوع صراحه تلاقيت مع واحد البنت ظريفه انا كنت دايره بافيت والله ما قلت ما يعرفني حتى حد قلت لي حيت طريف الله عمرها دار منكم ولا كنسلم على اميمه قلت لكم كاين لي سويت وكاين لي شومبر اللي عاديين ولكن صراحه داكشي زوين ونقي عجبني والله تعجبني حتى ماكنش نسكن فيه يا ربي كنهضر معاك بواحد الطريقه زعما بحال غتكون صح حتى هذوك اللي خدامين تما زعما ضريفين كيتعاملوا زوين صراحه صافي قلت لكم زعما ما كاين لاش سويت ولا هادو وماشي في طاقتي الصراحه يعني باش نجيكم صريحه ماشي في طاقتي ان ناخذ سويت وغادي نقدر نولد ان شاء الله غير نورمال الى كتاب وحتى الا كنت غنولد سيزاغيا يعني ما كاينش وما عنديش زعما العائله كبيره اللي غتجي وخاصها تبرك وهذا صافي كاين واحد الكنابي اللي جاي يشوفني من هنا كنقول كنت برا فيهم اللي جاي يشوفني خرج ديك راكم عارفين دابا اصلا مع هاد الفيروس ديال كورونا وهذا يعني ما كيخليوش الناس يدخلوا بزاف يعني غير يدخلوا غير مثلا بجوج ما نعرف ولكن المهم غاديش يخليو الناس وما يخليوش الناس يدخلوا بزاف وصافي هادشي اللي كاين
الحمد لله ما قالتش ساليش، قالت صباح الخير. يلا باي باي ليكم، تهلاو في راسكم حتى فيديو جديد.